مؤخرا كلنا شفنا الفيديو ديال المتحرش الوحش اللي دار الفضيحه في البحر باسم مؤطر ذو اخلاق عاليه الى ما اخره. في حكايه الليله مماثله لهادشي اللي شفنا، اللي ما بغيتش ندوزها صراحه تدويزه نتهمروا الكرام، حيت من هاد الحكايه غادي نتعلموا كونوا اكيد كيفاش انا نحمي وليداتنا، نتواصلوا معاهم بطريقه صحيحه. واذا ما درناش هادشي كله غادي تشوفوا النتيجه تاع صاحبه حكايتنا الليله اللي ما كبرتش على هادشي. فكنا كنعرفوا بلي انه التحرش الجنسي للاطفال هو واحد الجريمه اللي خطيره ومشينه، كتضمن اذاء اولا استغلال الاطفال بشكل جنسي. داكشي باش حنا اليوم يجب المحاربه ديالو وبشده من خلال تشديد القوانين وتعزيز التوعيه لحمايه الاطفال وضمان السلامه ديالهم. غتنفعك انت وليداتك والاجيال ديالهم، حيتاش كيفاش تربي ولدك غير ربيهم ولادهم. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هنيئه احوالكم طيبه. البارح طلعت عليكم وحتى اليوم طلعت عليكم، كيف العاده المؤنسه ديالكم دائما في تواصل بكم. فكنتمنى انه حكايه الليله ما توقفش عندك وتشاركها مع اصحابك مع احبابك حتى مع الناس اللي عندك انستغرام فيسبوك الى ما اخره باش يستافدوا، وبقى حتى الاخر باش تسمع النصائح. فخير ما تطلش عليكم اكثر ونقول لكم يلا لنبدا. انا نعمه، هو الاول خصكم تعرفوا باش انا نشارك معكم الحكايه ديالي كان خاصني بزاف ديال الشجاعه، حيت هذا الموضوع ثقيل على قلبي وتيخنقني بالتفاصيل اللي فيه. القصه ديالي بدات وانا في ابتدائي تقريبا، لكن قبل من هذه المرحله كنت عايشه كاسره انا وماما وبابا في دار ديال الكرا، ناس بسطاء طيبين وحياه عاديه بحال الناس الاخرين. عندي والدين اللي اي واحد احتاجهم في شي حاجه ما كيترددوش في انهم يمدوا يد المساعده ولا يد العون. فاش وصلت للثاني ابتدائي غادي نتحولوا من ديك المدينه اللي كنا فيها ومشينا لمدينه واحده اخرى في سن 7 سنين. مشينا لمدينه واحده اخرى اللي فيها واحد السيد من العائله كقرابه دم بعيد ولكن من بابا قريب، وحاشا واش يكون داك الانسان انسان. هاد الشخص كبر من الاب ديالي، علما انه بابا اليوم راه في منتصف الخمسينات والاخر كبر منه، ما خدام ما ردام ما داير والو في حياته، وعايش بوحده في دار الوراثه ومنبوذ من خوته. بهذا المعنى هو شخص غير بزحم معنا فوق هاد الكره الارضيه وما عنده حتى شي دور في الحياه. فوالديا كرماء بزاف، وهذا الشخص يسكن في نفس المدينه فين حنا. فالاب ديالي بدا كيعيط لي باش انه يدوز مع العشيه ويونسو، بما انه هذا الشخص يعرف الفرنسيه والانجليزيه غيقترح عليه بابا انه يبدا يجي لعندنا يقريني شويه في الدار. انا داك في ديك الدار كانت عندنا الصاله مفتوحه، وفين ما مشيتي غيبان لك شنو كيوقع تما. انا ما عقلتش صراحه واش الموضوع نتاع التحرش ديالي غادي يبدا من هاد الدار، عندي فيها الشك لانه محاج، حيتاش لو كان كان يتجرأ عليا كان غادي يتفضح مع يقدر في اي لحظه يشوفوا شي حد. ولكن السنه اللي من بعد بالضبط في السنه الثالثه غادي ننتقلوا لواحد الدار اللي حدا هذا السيد اللي بقى تيجي عندنا، بالعكس غادي نقربوا ليه اكثر. غادي يولي بابا كيعيط لي في الاعياد يجي يدوزهم معانا بحكم انه ساكن بوحده وما تيعيطش لهاد الدرجه، كانوا تيكرموه ولا زالوا تيكرموه. علاش عندي كره من هذا الانسان؟ حيتاش ببساطة عندي ذكريات اللي باقين في راسي اللي هما كالتالي. هاد الشخص كان فاش تيعلمني اللغات كان تيتحرش بيا وما خلى فين قاسني، فين ما فكرتو في الجسد هاد السيد حط يدي عليا. كان دائما كيستغل اي وقيته فين بابا ما تيكونش حدايا ويبدا الافعال ديالو الشنيعه. كمعلومه اضافيه، كان تحرش جسدي فقط، ما وصلش لدرجه اكبر من هذه، ولكن انا ديما تنقول باللي انه متاكده لو كان لقى شي فرصه وحده اخرى كان فعلا غادي يوقع هذا الامر، حيتاش اللي تجرأ ودار بحال هادشي غيدير اكثر منه. كان كيتسنى دائما اي فرصه. ماما في ديك الوقيته كانت كتكون في الكوزينه وبابا تيمشي كيصلي ولا كينوض المرحلة عزكم الله، وهو كيستغل هاد اللحظات حيت كنا تنجلسوا في واحد الصاله اللي ماشي بحال الدار الاولى، ما كانش مفتوحه وما يمكنش يبان شنو فيها ولا شنو توقع فيها. هادشي باش درت لكم مقارنه نتاع الديور باش تعرفوا كيفاش كانت الوضعيه. والمصيبه اعظم انني ما كنت فاهمه والو حرفيا، وهادشي كيزيد يشعل النار في قلبي ويحرقني حرفيا. البراءه ديالي كطفله كنت تنظن انهم بلي حركات عاديه وما كانش عند بالي انه تصرف غير لائق وانه كان خصني نعلم به والديا. لكن العجيب في الامر انه احساسي ما كانش مريحني فاش هو كان تيتقرب مني. كنت نحاول انني نوقف ونحبسو بيدي ولا نتحرك ولا نوض نمشي نشرب، واخا ما كنتش عارفه ولا فاهمه شنو داكشي. مرت سنوات وسنوات حتى النصف الاعدادي وداكشي كان مازال مستمر. عاد بقيت كنفهم هاد الامور وكنستوعب شو كان تيوقع ليا. فاش بديت كنستوعب دزت من بزاف صراحه ديال المراحل. في الاول بقيت تنكر، من بعد تقبلت الامر وبديت كنلوم راسي وكنرد الخطا فيا. بقيت كنقول اذا جا لعندنا
انا عادي غادي نبعد منه وهكا غادي نحل المشاكل وصافي، فقط ما غاديش نجي من جيتو وما نخليهش يوريني وما نجلس معاه، حيت اذا بعدت منه غادي تحل المشكل. كنت كنتجاهل داكشي وايه عمرني ما قدرت نقولها لشي حد، ما تجرأش نقول هذا الشيء لوالديا وبقى معايا حتى كملت الاعدادي وغادي نطلع للثانوي. للاشاره انا وصلت شي كامل كنت تنقرا، واذا ما جيتش الاولى كنجي انا الثانيه. طلعت للسانكيام بدينا كنقراو، وهذاك العام الجامعه كورونا وحبسنا القرايه، كيف كملنا الدوره الاولى كلشي تسد، فرحت قلت الله تهنيت من كمارته. ما بقاش تيجي بحكم الحجر الصحي، وهنا لقيت نوعا ما واحد المهرب منه، يعني ما حليتش المشكل ولكن غير كنتهرب. غادي نعاودو نرجعو للقرايه ورجعت يجي عندنا من جديد، وكاين شي مرات كنبقى غير في بيتي ما كننزلش كاع باش ما نشوفش كمارته، ولا غير اذا سمعت صوصو كيقول لي عقلي غير قجي ما تسمعيش لذاك الصوت. والدي صراحه عمرهم ما شكوا في شي حاجه، حيت كان معروف عليا انني تنبغي العزله وما كنجلسش معاهم بزاف، ولكن اذا جا شي حد فمن الادب كنت انني كنزل نسلم ونعاود نرجع بوحدي. المهم رمضان تاع ديك السنه ديال السيزيام غادي يدوز عليا شهر ديال الجحيم اللي كان شهر ديال رمضان، وكان كيجي فيه تقريبا بشكل يومي، نهار تيجي نهار لا، حيت بابا كان تيعيط ليه يفطر معانا، وكنت مضطره انني نجلس معاه وانا ما تنحملوش، وكتجيني واحد الهستيريا ديال الاعصاب لدرجه انه عقلي كان كيقول لي هزي اي حاجه من الطبله وعطيها ليه، فرشيطه موس كبي لي اتاي طيب فوق وجهه اي حاجه، خصوصا فاش كان انه تيدوي على الموعظه والدين كانه شخص متقي الله، تيقول لي راسي نوضي يجي فيه نوضي نحريه غير باش يسكت. ولكن اللي كان تيزيد يعذبني في هادشي كله ويحرقني هو كيفاش تيعاملوه والديا وما تيخليو ما يديروا ليه ويكبروا به ويعاملوه معامله اللي كانت اكثر من طيبه، وما كيبغيوش انهم يحسوا بالوحدانيه اللي هو عايش بها. ولكن كان ناكر الخير والمعروف وما داش بحساب طيبه ديال والديا من جهته. فداك رمضان كنت انا واختي كانت نوع على غسيل المعان، فاش كتوصل النوبه انا كنت كنطلع للفوق اللي كان مفتوح على المراح وكتبان من الكوزينه، وكنشعل التليفون ديالي وكنبقى مقابله تحسبا لدير شي حاجه اختي باش حتى اذا مشيت عند البوليس يكون عندي شي دليل. وصراحه غادي ندوز واحد الوقيته اللي كانت صعيبه بزاف. فبابا وماما كانوا كيصليو التراويح في الدار حيت المساجد كانوا باقيين سادين انذاك، وانا ديك الوقيته كلها تنبقى هزه التليفون ديالي مراقبه اختي وخايفه عليها، علما انه داك الشهر كان خاصني انني نوجد الجهوي للاسف. وفي نفس الوقت الحمد لله انه اختي ما تعرضتش لداكشي اللي تعرضت ليه، اما للاسف انني ما قدرتش نشد عليه حتى شي دليل، ما عرفتش واش عاقب بيا ولا الله اعلم. في نفس الشهر اللي هو ديال رمضان كان الدور ديالي في المعان، وكنت واقفه في البوطاجين، كانت اختي وماما باقيين تهضروا كيجمعوا، هو غادي يجبد شي سماعات ديال البلوتوث كيوريهم لينا، انا ما تسوقتش ليه، جا عندي باش يوريني وداد ليا وحده في ودني وقاسني عاوتاني بخفه البرق. في جزء من الثانيه يبس في بلاصتي وما قدرت لا نهضر ولا ندير والو، قلبي بدا كيضرب بالجهد وما كانش الوقت فين انني ندير شي رده فعل، علما انه كنت كنتسناه غير يدير شي حاجه حيت كنت عامره حقد من جهته، كنت مقرره انه هذه المره غادي ندافع على راسي وغادي نغوت وغادي نفرقع الرمانه، وفين ما بغات توصل توصل. ولكن الساعه غادي يوقع العكس تماما، ولقيت راسي ضعيفه من جديد، واخا معروف انني ما كنسامحش في حقي وعندي شخصيه قويه، ولكن فشلت في هذه اللحظه وكرهت راسي وزادت الامور تازمات عليا بزاف. ولكن بحكم اني شخص ما تيبينش كاع حتى شي حد ما لاحظ، وكانت هذه اخر مره غادي يقرب مني فيها. انا ما قدرتش نصرح حتى حد من غير الاستاذ ديالي اللي ما كانش كيتردد انه يساعدنا حنا كتلاميذ ديالو على القرايه، غادي نصرحه بصعوبه كبيره ووجهني كيفاش نتابع هذا السيد قضائيا، ولكن ضروري والديا يكونوا عارفين قبل كل شيء. وانا ذاك كنت في التحضيرات ديال الباك اللي بقات ليها شي شهر، فطلب مني انني حاليا نركز على قرايتي، واذا قررتي انك تفرقعي هذه الرمانه غادي خصك بزاف ديال الطلوع والنزول، وانت حاليا خاصك تركزي على قرايتك. فما جاتش كاع اللي بنيتي في اعوام تجي تهدمي بسبب واحد بحالو بدون اخلاق ولا مبادئ ومتوحش من الفوق. فعلا غادي ناجل الموضوع حتى نجحت وغرقت مع الامتحانات ديال المدارس حتى تقبلت في واحد الجامعه اللي كنت باغا. انا اليوم عندي سنتين في هذه الجامعه، هو ما بقاش تيجي عندنا بزاف كيف شحال وما بقاش كيقدر يزعم حيت عاقب اللي انه بديت كنفهم، واصلا الوقاحه اللي كنتعامل معاه بها كان باين بها كل شيء. والدي عمرهم ما تسالوا علاش انا تنكره هذا الشخص بالضبط
لا من ناحيه المعامله ولا من ناحيه هضرتي، فاش يقولوا راه فلان غايجي، وبالتاكيد الحضور ديالو باقي كيستفزني، وكيفاش والديا كيعاملوه، ما كيخليو باش يرحبوا به لا من ناحيه الماكله ولا الهضره، وحاطينه في واحد الكفه كيفاش دايره، وشوفوا هو كيفاش تيرد لهم هذا الخير الجميل. انا اليوم باقا في نفس الحال، عمرني ما قدرت نقولها لوالديا. ماما مريضه وخطر عليها شي حاجه بالصدمه، وبابا شخص عصبي بزاف، ماشي غادي تعصب عليا حيت انا ما عندي ادنى شك انه غيمشيو يكذبوني، لا بالعكس غادي يثقوا بيا، ولكن ما غاديش يتحمل ويقدر يدير شي مصيبه في داك الشخص. انا اليوم عندي كميه كبيره من الغضب والحقد والحزن والحسره على انا الصغيره، وغير مؤخرا عيط ليه بابا في العيد الكبير، وانا غادي ندوز ديك الليله بالبكا حيت ما بغيتش نشوف وجهه وما قدرتش نفضحه. من حكايتي اللي بغيت نقول للوالدين عافاكم وعيوا ولادكم، وهادشي راه ماشي حشومه، وريوهم الصحيح من الخطا وشنو هما التلامسات اللي عاديين واللي لا باش تقدروا تحميوهم، حيت غادي يجي واحد الوقت غادي يكونوا فيه بعاد على عينيكم. من فضلكم نصحوني دابا انا شنو ندير في هذا الموقف، حيت مستحيل نبقى ساكته ونسمح في حق ديك الطفله اللي هي انا، باغا غير شي حل حيت عقلي غادي ينفجر بالتفكير وما قدراش نستحمل نشوف والديا باقيين كيحسنوا معاه. انا خايفه اليوم لا يأذي خوتي حيت تيكون قريب لينا وغير تيدور، وخوتي تيلعبوا على برا وديما تيدخلوا كيقولوا لنا راه تلاقينا بعمي فلان، خفت لي يدير لهم شي حاجه، هو انسان ما عنده ما يخسر، ولكن انا عندي عائلتي ومستقبلي يلا كان بداه. هذه هي كانت حكايتي، وهذه هي كانت حكاية نعمة، حكاية من بزاف ديال الحكايات المماثلة اللي عندي منها عداد، ولكن صراحة ما بغيتش نبقى نعاود هذه الحكاية غير هكاك، وخصوصا انهم والله العظيم الى مواضيع مقززة، ولكن عافاكم عافاكم الاباء الوالدين الامهات، دويو مع وليداتكم في هذه المواضيع، راه من الضروري خاصنا نثقفوا ولادنا، وراه ما تقولوش بلي انهم صغار باش انهم ما يفهموكمش، لا راه تيفهموا كل شيء. انا ما نقولش لكم غدوا معهم التفاصيل لا، ولكن لكل سن طريقة ديال الكلام. اول حاجة علموهم بلي انا ديما معاك، اذا دار لك شي حد شي حاجة اجي لعندي، نكسبو الثقة نتاع داك الولد ديالنا، وابتداء من 3 سنين او لا ربما اقل، ربما المتحرش يهددو يقول ليه اذا قلتي غندير ليك ولا ندير لوالديك، داكشي باش انت اولا نتوما خاصكم تحتاويو هاد الطفل. علموا وليداتكم، ما تخلي حتى شي حد يبوسك هنا ولا هنا ولا فين ما كان، علموهم انهم كاينين مناطق في الجسم ما خاص حتى شي حد يقيسها، وسميوهم ليهم بالاسماء المعروفة عليها، الأسماء الطبية العادية. علموهم أنكم ما تجلسوش في الحضن تاع شي حد غريب أو حتى من العائلة، حيت للأسف أغلب حالات التحرش كتخرج من العائلة، بحال هذا المثال تاع هذه الحكاية ديال ليلى. داكشي باش خاصنا نوعيوهم ونثقفوهم بلي إذا وقعت لك شي حاجة ولدي أجي قولها ليا دغيا باش نحميك، وأنا راه ما غاديش نتقلق منك ولا غادي نخاصم عليك، أنت غير علمني باش أنا نحميك. وتأكدوا أنه الدراري الصغار راه ما تيكذبوش، إذا وقعت لهم شي حاجة من هذا الشيء ثقوا بهم وتبعوا كلامهم. إذا ولدك ولا بنتك وقت ما مشى للدار نتاع خالو ولا عمو ولا جارو وكيجيو ما كيعجبوش الحال، فهنا يقدر يكون مؤشر نتاع شي حاجة اللي ما خصناش ندوزوها مرور الكرام. وليداتنا تيباتوا معانا، تيخرجوا معانا، تيسافروا معانا، تيجلسوا معانا، وتيبقاو من تحت النظر ديالنا. علاش ماما معقدة؟ علاش ما خليتينيش؟ علاش اوليدي انا كنخاف عليك، وبهذه الطريقه انا تنحميك، اي حاجه بغيتي ديرها ديرها قدامي وانا معاك. وليداتنا كنعلموهم الاسماء ديال الاعضاء ديالهم منين تيبداو كيتكلموا، وما نسميوهمش لهم بالاسماء ديال دودو لولو كوكو فوفو، المهم راكم فاهمين، كنسميوهم ليهم باسماءهم الحقيقيه، وفاش نكونوا تندويو معاهم ما خاصش نتحرجوا، ونبقاو عليهم اللعيب لا بشويه لا ماشي هكا، باش هو تكون عنده القدره والشرح ويتجاوب معاكم وتكبر فيه الثقه في النفس ويعرف اش اللي مزيان وهشنو اللي ما مزيانش. هذه كانت نصيحتنا الليله. اما بالنسبه للنعمه انا تنقول خصك تجمعي والديك وتنبهيهم بهذا الامر ضروري باش يحبسوا انهم يجيبوا داك الشخص المتوحش اللي عندكم للدار، ويتحموا حتى خوتكم، وتقدري انك تعتقي وليدات اخرين ما عرفناش هذا السيد شنو كاع كيدير، فربما انه كيتحرش بناس اخرين، فاذا بلغتي بهذا الشيء اللي عندك بعدا اول حاجه لوالديك تقدروا تفكروا تلقاو حل كيفاش انكم تحميوا وليدات واحد اخرين. هذه كانت حكايتنا الليله، ما تنساوش انكم تخليوا النعمه الراي ديالكم. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام سلام.